ومن الجنوب ينضم إلينا الزميل حسن فقيه. يعطيك العافية حسن، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟ عم تسمعنا حسن؟ نحن ما سامعينك حسن. هنا يلا تمام حسن، تفضل. ما آخر التطورات الميدانية عندك؟ ماريا، عم أقول قبل قليل يعني وعلى مسافة قريبة من مكان تواجدنا هنا كصحفيين عند الشاطئ وبالقرب من مخيم الرشيدية على مسافة تقريبا 500 متر فقط من هنا، قام العدو الإسرائيلي باستهداف الشاطئ بصاروخ موجه من إحدى طائراته الحربية. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان، لم تهدأ طيلة هذا النهار وشملت مناطق عديدة جدا، لا سيما تلك المناطق الحدودية الواقعة والقريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة، خصوصا في القطاع الغربي. مجدل زون تعرضت لعدد من الغارات، أيضا كل القرى في القطاع الغربي، عندما نتحدث عن شيحين، طير حرثة، الجبين، أيضا إذا ما تحدثنا عن المنصوري، بيوت السياد الليلي، هذه المناطق وغيرها من المناطق، في قرى قضاء صور، في قرى قضاء النبطية، وفي قرى قضاء مرج عيون تعرضت لغارات إسرائيلية عنيفة جدا خلال هذا النهار في سياسة استكمال العدوان الإسرائيلي على لبنان وقصف القرى وتدمير البيوت، يعني البيوت الآمنة التي في هذه القرى، بعد دعوة الجنوبيين عبر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرع لمغادرة هذه المناطق والعودة إلى شمالي نهر الأول دون التوجه مجددا إلى البيوت في جنوب لبنان أو إلى حقول الزيتون في إطار سياسة الترهيب طبعا التي يعتمدها العدو الإسرائيلي. اللافت اليوم ماريا خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان هو ما حدث عند الحدود خلال العملية البرية وتدمير عدد كبير من دبابات المركافة ونشر مشاهد توثق هذا التدمير في عدد من الأماكن. إذن نتحدث عن عدة عمليات قامت بها المقاومة اليوم، استهدفت جنوب حيفا قاعدة الكرمل، استهدفت مستعمرة المنارة، موقع حبوشيت، أيضا مستعمرة الملكية وأطراف مروحين قامت باستهداف يعني تجمعات لجنود العدو الصهيوني. عندما نتحدث عن أطراف مروحين فإننا نتحدث عن تلك المنطقة التي تقع خلف تلك الجبال والتي من الصعب أن نراها الآن بسبب الظلام، ولكن نجول بعدسة الكاميرا على تلك المنطقة التي يعني هي تعرضت لاستهداف، وهناك حريق أساسا مندلع خلف تلك الجبال يمكننا أن نشاهده من هنا. أيضا تم استهداف دبابة مركبة على أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي، واستهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بثكنة شوميرة، وعدد من الاستهدافات أيضا لعدد من المواقع عند الحدود مع فلسطين المحتلة، إضافة لتدمير عدد من دبابات العدو، دبابات المركبة والآليات، واستهداف تحشدات وتجمعات الجنود التي تحاول التوغل داخل الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف جيش العدو وجرح عدد آخر، واضطر جيش العدو للاعتراف بهذا الأمر. وتحدث وزير الحرب يوف جالانت قائلا إن هذا يوم صعب على شعب إسرائيل بعد المواجهات البرية العنيفة العدو، وبعد ما يقرب يعني أو ما أصبح سيقرب من شهر على انطلاق العملية البرية يفشل في تحقيق أي إنجاز يذكر خلال هذه العملية، بل يتلقى الخسائر الفادحة بالرغم من كل ما حشده على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ما يقرب من 70,000 جندي ألوية احتياط بأكملها تجمعت عند تلك
الحدود مع فلسطين المحتلة، ولكن لم تنجح في تثبيت أي نقطة داخل الأراضي اللبنانية بعد اشتباكات عنيفة مع المقاومة. إن كان في القطاع الشرقي الاشتباكات مستمرة، نتحدث عن أطراف مركبة، رب 30، اللعديسي، الطيبي، وكفركلة، القطاع الأوسط، عيترون، إحدى القرى، مارون الرأس ويرون، وأيضا في القطاع الغربي عندما نتحدث عن النقورة، مروحين، وغيرها من القرى أيضا التي تندلع فيها اشتباكات عنيفة، والتي تم فيها تدمير دبابات المركبة الإسرائيلية لترتفع حصيلة الدبابات المدمرة إلى أكثر من 34 دبابة مركبة منذ بدء العملية البرية ومحاولات التوغل البري داخل الأراضي اللبنانية. طبعا عدد العمليات كبير جدا، لن أذكر هذه العمليات تفصيليا، إنما أذكر أنها تنقسم ما بين تلك التي يعني استهدفت التحشدات داخل الأراضي اللبنانية والدبابات المركبة، وبين تلك التي استهدفت المواقع الإسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، تجمعات وتحشدات العدو، وتلك التي استهدفت أيضا العمق في فلسطين المحتلة، خصوصا مدينة حيفا التي أصبحت تستهدف وبشكل كبير جدا، وهي رسائل من المقاومة تترجم فعليا بعدما كانت رصدت تلك المنطقة وأجرت بحثا عبر طائرة أو مسيرة الهدهد التابعة لها، ثم بدأت باستهداف القواعد الاستراتيجية في تلك المنطقة بعدما جعلت من الشمال الفلسطيني أيضا مكانا مهجورا من المستوطنين. أما هذا يعني فيما يتعلق في تفاصيل العملية البرية، في تفاصيل عمليات المقاومة وهي عديدة، والمستعمرات كرمائيل، شلومي، وعدد أيضا غيرها، يعني طريق مركبة العديس اليوم تعرضت دبابة مركبة للتدمير، في مروحين تعرضت دبابة مركبة للتدمير، في حولة تعرضت دبابة مركبة للتدمير، هناك يعني وحدات الدفاع الجوي تصدت لمسيرة هيرمس 450 وأجبرتها على مغادرة الأراضي اللبنانية، عمليات مكثفة من المقاومة، نعم نتحدث حسن، عن 23 عملية حتى هذه الساعة، نعم ومجملها في العملية البرية، وكبدت العدو خسائر عدة وخسائر فادحة، والعدو بدوره قام باستهداف يعني كما هو الحال المنازل، القرى الشعيتية وغيرها من القرى، في قرى قضاء صور وغيرها أيضا في من القرى الحدودية، تدمير ممنهج وكامل لهذه القرى، نعم وسياسة قتل الحياة فيها لأكبر فترة ممكنة هو ما يفعله العدو الإسرائيلي في هذه الأيام. إذا ماريا، نعم هذه حسن، المستجدات حتى هذه الساعة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، مستمرون في هذه التغطية لموافاتكم بأي جديد؟